متى سيتم تجديد الخطاب الديني في مصر؟ إن مر الجمل من سم الخياط وإن شاب الغراب. في الحالتين دول سيتم تجديد الخطاب الديني، والأسف طبعا رأي صادم، ولكن حتى نعي مفهوم تجديد الخطاب الديني سيتم تجديد الخطاب. تجديد الخطاب الديني يعني تجديد الروافد التي نستقي منها هذا الخطاب، وهي تفسيرات القرآن الكريم. احنا عندنا تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم، لا نريد أن نعترف أنها مغلوطة ومسيئة للقرآن الكريم. كمان المرجعية الثانية للخطاب الديني وهي السنة أو الأحاديث. عندنا آلاف الأحاديث المسيئة والمخالفة للقرآن الكريم والقيم الإنسانية ومهينة للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم، وليس عند أحد الشجاعة أن يعترف أن هذه الأحاديث يجب إزاحتها والاعتراف أنها أحاديث مكذوبة. طالما احنا ما عندناش حد يقدر يقول ان الاحاديث دي مكذوبه، خاصه المؤسسه التي انتمي اليها مؤسسه الازهر الشريف زادها الله تشريفا، ولكن هي في ظرف تاريخي كان يجب ان تتصدى لهذه المهمه دون خجل. عندنا احاديث مكذوبه حتى لو في البخاري ومسلم، عندنا نزلها، لكن للاسف الشديد هم تصدموا مع اللي ارادوا ان يزيحوا هذه الاحاديث ليتم تجديد الخطاب الديني. شخص مثلي تعرض ل مهاجمات شديدة جدا، وصلت التهديد بالسجن ودعاوى قضائية وبلاغات واتهام بالجنون والكفر والزندقة لمجرد أنني اعترضت على أحاديث مكذوبة مخالفة للقرآن الكريم ومسيئة للرسول الإسلام، وأردت أن أجدد أو أتدبر القرآن بشكل عصري، لأن القرآن نص صالح لكل زمان ومكان. فكيف سيكون هناك خطاب ديني جديد دون ما تدبر عصري للقرآن الكريم ودون ما نقد ونخل للأحاديث المكذوبة حتى نستطيع أن ندخل القرن 21 بخطاب عالمي يبيض صفحة الإسلام وصورته التي أهينت على يد جماعات الإسلام السياسي؟